لآخر مرة التصايدات ورطناها، القصة مضمونة؟ هاي السجلات أكيدة 100%. ما بعرف يعني الشغلة ما بتفوت لراسي. عمار شو لو مصلحة قصي يكذب عليك أو يغشاك؟ معك حق. طيب شو المطلوب مني؟ شو نساوي هلا؟ مطلوبة بتعرفه، خلينا نتحرك. طيب شرفه. لحظة، أنا ببيت أهلك ما بنام ساعة واحدة لو كان في كنوز الدنيا. لك شبك ميادة صرعتيني؟ أو بتضل أسرعك لأني بعرفك. هلأ بيجي أبوك بيحكي لك كلمتين تنسى كل شي اتفقنا عليه. يا قلبي أصلاً نومتنا عند أهلي مو زابطة، أنت بس تركيني أنا برواق بقنع أبي، عندي الموضوع. القصة ما بدها، أنت بس احكي مثل ما قلت لك. طيب ماشي. شرف. شرفي. طيب طيب رح وصل. طيب كتير بابك حدا يشوفك بعيد على البناية. ها أوكي بعمل جهدي. ليك لا تدق الباب، نحن ناطرينك نفتح لك بس توصل. ايه يلا وصلت، دقيقة بكون عندك. شو قال لك؟ ليك راح يوصل، قلت له ناطرينك. كل هذا عم يصير تحت عيني، كيف ما موت رح ياكلوا بعضهم بعض. يا حيف يا حيف. انت فين انت فين؟ كنت اشتاق لك وانا شو لازم نساوي اول شيء قبل؟ اول شيء بنحدد المواقع. ايوه. طيب يعني فرضا طلع الموقع بمدخل البنايه، شو لازم نساوي؟ خلينا نشوف الخرائط اول بعدين بنحكي. يلا رواق فوتوا فوتوا. بيتي موجود وابني نام عند الغريب. Thank you.
يصير. ايوه شو في ورا هذا الباب؟ شو بتلكم يعني ابو البناية؟ هون لازم نحفر ورا الباب. وين؟ ورا الباب. متأكد انت قصي؟ متأكد. لا تبهدلنا. متأكد. بناية عالم. مندبر حالنا. ايوه. طيب اطلع نشوف شو بدنا نساوي. اطلع. تفضل خليفة. لا ما اجاني نوم بدوب امبارح، يا دوب نمت لي ساعات زمان. هي احسن شغل عملتها. مو بس هي ما اجاها نوم، كمان انا ما اجاني نوم بالمره. النوم ما معقول يعني ما قدرت اهضمها، ابني ومرته نايمين ببيت الجيران وبنفس البنايه وبيت اهله سياح نياح، شلون؟ يا ابي معلش والله هيك احسن من شان ومن شانكم اريح يعني. شو بدي اقول لك؟ كاني لمحت ابن حماق قصي فايت على البنايه. نسيت اقول لك طاهر شو اخباره؟ والله كثير مشتاق له انا. والله طاهر منيح شبه مرتب، بتنحسد امه عليه. ابن حماق قصي فات على البنايه امبارح. ما انا منشان شو قلت لك؟ منشان شو قلت لك امبارح؟ نحن ضيوفنا كثير يا ابي، ما بنعرف امتى بيدقوا علينا الباب، يعني بيدقوا علينا الساعه. لك عمار انا اختك، معقول تخبي عني؟ لك يا حبيبتي والله ما مخبي عليك شيء، صدقيني شبك. بدك صراحه؟ شو؟ مالي مصدقتك. وليه بقى؟ هيك شوف لقلك، صح انا ومرتك مالنا طيبات وما منحب بعض، بس هذا ما بيعني انه تاثر على علاقتي فيك ونبطل اخوات وتبطل تحكي لي. قنعتيني، بدي اعترف لك بنايتنا فيها ذهب. شو ذهب؟ ذهب ذهب حقيقي. قصي اخو لميادة هو اللي اكتشفه. ايوه وين موجود هالذهب بالله؟ ملجا بنايتنا تحت الملجا. لا حول ولا قوة الا بالله. ومنين جاب هالمعلومات هذا المجنون؟ هلا انت شو بدك منين جابهم؟ خلص زلمه جابهم وخلص، بعدين الشغله اكيده. انا جايب خرايط وما خرايط لصه الاصول. ايوه هلا عرفت شو سبب هالزياره. عمو لحالي ليش انت ومرتك ست الحسن ما بدكم تنزلوا عنا؟ عمو طاري لك مشان يخلالكم الجو تعرفوا تخططوا على كيفكم. خلصنا ساره ليكني اعترفت لك، شو بك؟ هلا مس النور. ليكي شو؟ شكله حليان بعينه هما، مشان هيك ما سلمت؟ ما بتخبري حدا. ليش ما حدا بيعرف؟ قصة البناية صارت بتعرف. مثل مين بقى؟ يعني ميادة، قصي، أستاذ ماجد. شو؟ معنا؟ شو؟ إلا سارة. لك شو بك؟ ما كل البنايه دريت وقفت القصه على اهلي. ابوك نص مصيبه بس ساره، لك انا ما بحب شاركها بشي. هلا صار ابي نص مصيبه؟ هاتي لنشوف يا مدام تحفينا شلون بنحلها لهي القصه بقى. ما انت خبرتها وعرفت، يعني شو عم تسالني هلا؟ ما عرفت؟ يا مدام عرفت وعرفت، خلص خلينا هلا بالمهم. شو بدنا نساوي؟ ايمتى نبلش حفر؟ شو بدنا نعمل؟ القصه ما بدها تفكير وما بدها وقفه. انت بتحكي مع ماجد والبقيه وانا بخبر قصي. من هلا يجوا لهون ونبلش حفر. طيب ضل لسه حدا ما خبرته؟ لا لا ما بتصور، خبرت الكل، امورنا بالسليم ان شاء الله. ساره استاذ ماجد والله ما في منه الزلمه. في مجال تحكي لسيد قصي انت؟
يلا شوي شوي فوتوا فوتوا. اوعى تجي تشكلي. ما في شيء بخوف. كذا. هذا طاهر. وحيد قلبك طاهر. شو عم تسوي هون؟ طاهر. طاهر. شباب. عم يدلو في السقف. وين كان عم يدلو؟ وين؟ منين عم يدلو؟ خرب بيت قلبه قلب معلم صحي. عم جذب حبيبي لانه لقطناه نازل لحاله. لك هذا سلبي، واذا نازل لحاله يعني شو المشكله؟ البين جاي يسرق الذهبات لحاله. ما في يعمل شيء لحاله. ايوه عم يدق لي عمار. ايه عمار؟ لا لا انت وين؟ لك كذاب طاهر والثاني اللي جايبه بصدقه. مشي يلا. شو رح تساوي؟ ما بعرف. عرفنا انه عمار هون واشتقنا له وصلنا زمان حبيبي فحبينا نحتفل فيه. اسمع يا ماجد، انا بعرف هاللمه وشو سبب هاللمه. هاي الارض طيبه وين ما حفرت فيها بيطلع لك مو كنز واحد، كنز واثنين وثلاثه، بس الكنز الحقيقي ان الناس اللي عايشين فوق الارض، مو الكنز اللي تحت الارض اللي عم تدوروا عليه. الله يرضى عليك. أنا نازل هلا على البرندة لحتى أشرب لي فنجان قهوة وأسمع بهدوء أم كلثوم. لا بدي شوشرة ولا بدي أروشة. فارق شو غادي تساوي؟ خرجكم الله لا يقيمكم. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.